نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح. وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، ذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 189 والصادر بتاريخ 1 يونيو لعام 2023. أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فعاليات الجلسة 16 من المنتدى الفكري للمركز تحت عنوان التحول نحو الصناعة الذكية في مصر، بحضور ممثلي عدد من الجهات التنفيذية وشركات القطاع الخاص ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو. وخلال المنتدى تم التأكيد على ضرورة تفعيل خطوات تنفيذية جادة للتحول الرقمي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك لزيادة مستويات إنتاجية وتنافسية الصادرات الصناعية المصرية، فضلا عن أهمية تبني مبادرة قومية لتحول عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية على رأسها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم، وأيضا الصناعات النسيجية تحويلها نحو الصناعة الذكية. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات بلغت 7,200,000,000 جنيه. ربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.70 تريليون جنيه. وإلى مؤشرات البورصة المصرية، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة بلغت 2.1% مغلقا عند مستوى 29,227 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة بلغت 1.6% ليغلق عند مستوى 6,795 نقطة، فيما صعد أيضا مؤشر EGX100 بنسبة بلغت 0.79% مغلقا عند مستوى 9,636 نقطة. قال رئيس ميناء برشلونة لويس سلفادو، قال إن أزمة البحر الأحمر تتسبب في تأخر السفن من 10 أيام إلى 15 يوما في ميناء برشلونة، وذلك لاضطرارها للالتفاف حول أفريقيا. وأضاف سلفادو أن هذا التأخير يؤثر على السفن التي تحمل كل أنواع السلع والشحنات بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال. تعد برشلونة من أكبر الموانئ التي بها محطات تتعامل مع شحنات الغاز الطبيعي المسال في إسبانيا. ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، ما أدى إلى مخاوف تتعلق بتعطل الإمدادات. وصعدت عقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 83.67 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا لتصل إلى مستوى 78.22 دولار. قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، قالت إن خطة التنمية التي تعتزم إيطاليا إطلاقها في أفريقيا ستبلغ قيمتها الأولية أكثر من 5,500,000,000 يورو. أجاءت تصريحات ميلوني في مستهل قمة تستمر يوما واحدا مع زعماء من أنحاء أفريقيا، حيث من المقرر أن يحدد وزراؤها مجموعة من المبادرات في قطاعات مختلفة تتنوع ما بين الطاقة والبنية التحتية وأيضا الصحة والتعليم.